كان ذاهبا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ماذا؟ ثم أسلم. الله أكبر، رجل كانت تسميه قريش من حدة بصره وذكائه وشجاعته بشيطان قريش. قبل معركة بدر أرسله كفار قريش ليقدر كم هو عدد المسلمين وكيف هو عتادهم، ففعلا انطلق وصال بفرسه وجال حول معسكر المسلمين، ثم رجع إلى قومه وقال: يا قوم إنهم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون بالملي. فسأله القوم: وهل وجدت وراءهم مدد؟ قال: لا، ولكن يا معشر قريش إني رأيت المطايا تحمل الموت الناقع، رجال لا ملجأ لهم إلا سيوفهم. الله أكبر. فأجمع سادات قريش على كلام عمير بن وهب، وهم يعرفون من هو عمير بن وهب رضي الله عنه، أجمعوا عدتهم كي يرجعون إلى مكة، لكن هذا الخبيث عدو الله أبو جهل سيدهم أوغر في قلوبهم الحقد والحسد وخالفهم الرأي، فبقوا وبدأت المعركة وانتهى القتال، وأسر ولد عمير بن وهب رضي الله عنه، وقتل سادات قريش في تلك المعركة. فمرت الأيام، وذات يوم جلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية يتذكرون أصحاب القليب بدر أي موتاهم، وقال: يا صفوان، والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم العيلة والضيعة لركبت حتى أقتل محمدا. هنا صفوان بن أمية كان غني ومن سادات قريش، انتهز الفرصة وقال: أما دينك فأنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا. فنظر عمير إلى صفوان قال: إذن أكتم سري. فأخذ سيفه وانطلق إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما وصل وأناخ براحلته أمام مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، رآه عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وقال لمن معه: هذا عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. فمسكه من تلابيبه وأدخله للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: دعه يا عمر وادن مني يا عمير. وقال عمير: عمت صباحا يا محمد. فقال له النبي: لقد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتكم، ألا وهي السلام. فقال: ما كنت أعلم بهذا يا محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي جئت لأجله؟ قال: ما جئت إلا لذلك الأسير الذي بين أيديكم، يعني ولده. فقال له النبي: اصدقني القول يا عمير، ما الذي جئت لأجله؟ قال: ما جئت إلا لذاك. فقال له النبي، من فطنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: وما بال السيف في عنقك، أي متوشحا سيفك؟ شوف ردة وحنكة وذكاء هذا الرجل. قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر شيئا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل جلست ذات يوم أنت وصفوان بن أمية وتذكرتما أصحاب القليب ببدر أي موتاكم، وقلت: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت حتى أقتل محمدا. فتكفل عنك صفوان بكل ذلك، فتفاجأ وتعجب وسكت القوم، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، والله ما أنباك به إلا الحق. الله أكبر. فأسلم ذلك الرجل. فكبر هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وكبر الصحابة فرحا بإسلام عمير، وقال: يا رسول الله، يستأذن من رسول الله، دعني أذهب إلى مكة، والله لا أدعن موطئا أذيت فيه المسلمين إلا ودعوت الله فيه للإسلام جهارا. فانطلق ذلك الأسد وأوفى ما عهد الله عليه، وأصبح عظيم من عظماء هذه الأمة، ولم يدع موطنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا غزوة إلا وقاتل فيها. فرضي الله عن عمير بن وهب الجمحي، وجمعنا به في جنات النعيم من غير حساب ولا سابق عذاب. قول آمين واسفين على الإطالة.